من يعني حوادث وحتى تعب وإرهاق لما يصور عمل ويمده للمشاهد من أجل رضاء أو يعني باش المشاهد يشوف حاجة مليحة، وبعدين يتلقى خساني النقد، وش يحس خساني بعدها؟ شوف هاد الحاجة اللي أنا من 2012 نحوس نقولها للناس، نقولها للناس كاين اللي فاهمينها بزاف وكاين اللي تأثر عليهم. باسكو أنا علاش كملت من 2012؟ هاي المفيدة تقول لك بالك كانوا انتقادات قوي ديبان، وهذه هذه قاطو تبان لي كيما نقولوا حنا بالعامية. أنا فار إكزومبل جاوني ضربات قوي ديبان وهذو، بصح أنا لما عندي مقياس تاعي والمعيار، لما من نلعب سيرسان يتعمر تياتر، من نخرج برا عمري ما نقيت، والله العظيم عمري ما نقيت كلمة طايحة ولا كلمة خايبة، بالعكس الناس تجري مورايا، كاين والله العظيم كاين اطفال يجروا من الطوموبيل ما يشوفهمش، يجروا من الطوموبيل، كاين واحد يتبعني في لوطوروت يقول لي ولادي بيطوروا معاك. انا لما وينتا الانتقاد يغيظني، لما نلقاه في الشارع نقول محمد لازم تراجع حساباتك وتراجع نفسك. الور على كبشه تاع الناس خاصني انت مؤخرا رفعت قضيه، يعني انت قلت في منشور اني راح نرفع قضيه في العداله، رفعت قضيه؟ نعم طبعا. وين وصلت القضيه خاصني؟ ما نقدرش نهضر على القضيه، يعني كيما نقول لك على بالك خويا تسمح لي، باسكو ملي تكون حاجه في العداله ما نقدرش نهضر عليها في الاعلام. طبعا طبعا زعما حاجه نحترموا القانون ما نقدرش نهضر عليها، ولكن يعني قمنا باجراءات قانونيه، لانه حنا ماشي اجراءات قانونيه باسكو ينتقدني واحد، اجراءات قانونيه لانه مش شخصنا، انه فيها تهديد، فيها راك معايا. يعني لما الناس يشوفوا خساني يقول لك شنو اكثر شيء اثر في خساني حتى انه راح وتوجه للعداله؟ لا انا انفوسي بنضر واحد انايا، بس ولكن لما واحد يعني يعني يقطفك ويدير لك حاجه باش تضرك، طبعا ما غاديش انت ثاني تضره، يعني كاين قانون. القذف تهديد، انا هذه ليميت اظن، تهديد بالقتل يعني حاجه، تهديد بالقتل، وكان شاهر السكين، وكان يعني فغيمون درجه وين وصلنا له الفنان يخاف على روحه. محمد هضر هضره مليحه هذوك، قال لهم كي نخرج لبرا الناس الكل يصوروا معايا ويحبوني، سي فري صح وصح صح. احنا اولا الناس هذو نطلبوا لهم الهدايه، قلت لك الحاجه اللي كاينه خويا ياسين باش نفهمها للجمهور، انه علاش ما نتاثرش بزاف دي فوا، باسكو كاينه كمشه، وحنا الغلطه تاعنا حضرتها البارح، كنت نهضر فيها مع واحد مازال تاع مسؤول قناه محترم، قلت له الغلطه فينا، لانه لما تحط عمل وتحطه باش يقيمك واحد من فيسبوك تقول له واش رايك، الور كو لو كان عندنا نسبه مشاهده حقيقيه في التلفاز، ولي زاجونس يعطوك نسبه المشاهده الحقيقيه شحال يتفرجوك في التلفاز وشحال يتفرجوك في الوقت تاعك في البرايم تاعك، الور ما تحوش على فيسبوك، ما تحوش على يوتيوب، لانه المقياس يجيك سلام عليكم فوالا ها نسبه المشاهده، فار اكزومبل هذا العمل هاشعل تما، ما توليش تحوس على المنصات، ما توليش تتريشي بالمنصات. على كل إن خساني احنا نحترموك كفنان ونقدروا مجهوداتك، ونقول لك ربي يوفقك ان شاء الله، ونلتقي بك ان شاء الله في قادم الايام.